الورقة واتكلم من قلبي كده، لانه هتكلم على صديق الدرب. لما راح في سيناء في الصحراء وابتدى يزرع النخل ويقيم المسجد هناك، ونشوف المصانع موجودة، هو بيختار الطريق الصعب. دلوقتي بنشوف اعلى الشهادات معتمدة عالميا، بتشوف السعي وراء جماعات عالمية، ولكن في هذا التوقيت يجي هنا في هذا المكان عشان يكمل الرحلة ويضيق الطريق ويخلي هذا المكان يتناسب مع 2020 و2030. ده اللي احنا متوقعه، ونشوف جامعة كبيرة تعاونية، وده أملنا ودي طموحاتنا دايما مع الأستاذ الدكتور حسن كامل راتب. نقدم له كل التحية. وبنتكلم ويقول كلمته وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية. أهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين. في البداية اسمحوا لي أن أسجل شكري واحترامي وتقديري لمسعاكم وممشاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل خطواتكم إلى الخير في لمسة وفاء لرجل من أصحاب المدارس الفكرية، رجل من أصحاب الرسالات، رجل رب أجيال. يكفي أن أقول أن أستاذنا الدكتور كمال أبو الخير هو صاحب مدرسة فكرية وصاحب رسالة عظيمة، هو جمال الدين الأفغاني لمحمد عبده، أستاذ عظيم يوجد تلاميذ على نفس الدرجة من العظمة. فكان أستاذنا الدكتور كمال أبو الخير صاحب رسالة، علمنا الكثير وتتلمز على أيدي الكثير، لكن لم يكن رائدا علميا وفقا لمنهج علمي، بل كان نصيرا للفقراء. كان يعمل على إعادة إقامة الطبقة الوسطى التي كلما مر الزمان تأخذ منها القليل والكثير. كان يعمل على إيجاد التكافل الاجتماعي وإيجاد العدالة الاجتماعية في المجتمع، فكانت الحركة التعاونية، وكان له في هذا المنهج العلمي والأسلوب العلمي. ولم يكن الدكتور كمال حمد أبو الخير رجل محلي محصورا في مصر، بل كان على مستوى العالم العربي، وكان رجل له قامة وقيمة في الحلف التعاوني الدولي وفي المحافل العلمية العالمية. إنه أستاذنا الدكتور كمال حمد أبو الخير. هو الآن في عالم البرزخ، هو الآن في عالم تسوده الروح، والروح لها نواميسها ولها قوانينها، وأنا أقسم لكم أنه يحلق روحه الكريمة معنا الآن على هذا الكيان العلمي الذي أنشأه، لأن نواميس الروح حينما تنتقل إلى برزخها تنتقل بالعدد الذي تشاء وبالشكل الذي تشاء وفي المكان الذي تشاء، فالروح ليس لها مكان وليس لها زمان، لكنها تصعد إلى بارئها. كل نفس ذائقة الموت، إنما الروح تصعد إلى بارئها لتظل هي الخلود والبقاء في هذه الدنيا. سنكتب ما قدموا وآثرهم، وهذه هي آثار، هذه هي آثار الدكتور كمال، أبناؤه والذين شاركوه رحلة الكفاح ورحلة البناء ورحلة العطاء، وكانوا هم أكثر الآخذين منه، الناقلين عنه، المتوجهين إليه بكل معاني الحب والوفاء. وقبل أن أختم أقول كلمات راودتني كثيرا وأنا أجلس أرثي الدكتور كمال، وما كنت أظن أنني سأقف
أقول شعرا في رثائي، لكن كتبت هذه الكلمات ولست بشاعرا، لكنها حروف أردت أن أعبر بها عن خواطر ليس خاطري فحسب، لكنها خواطر. أبناء الذين عاشروه وخابروه وشربوا من مشاربه، فذهبت إلى آية قرآنية تقول: نون والقلم وما يسطرون. في العلم المكنون والشاعر الموزون، يا أبا الخير بالله عليك من تكون؟ وفي علم البرزخ أرواح تلمح في مقامات تسبح في هذا الكون، فالنفس تموت والروح خلود. أبا الخير بالله عليك من تكون؟ أبا الخير بالله عليك من تكون؟ يا وجهة القلب وسحر العيون، وهبت عمرك وفكرك للعلم أتون، بالله عليك من تكون؟ تاريخ مشرف وتراث يدرس وقدوة للأجيال دائما وأبدا تكون. صاحب رسالة ومربي فاضل، أستاذ ومعلم، وفوق ذلك أبا حنون، بالله عليك من تكون؟ يا أجمل ذكرياتي وأحلى أيام حياتي، عشت شبابي بك مفتون، كنت أيقونة عمري وملهمي، ورغم رحيلك فأنت في القلب مكنون. يا كل الكلمات في الحب والمفردات في اللغة، فيك الحركة ومنك السكون، بالله عليك من تكون؟ أبا الخير أنت الخير كله، أنت أباه ومنتهاه، وكل هذا في حبك يكون. غرست فينا أحاسيس ومشاعر وحبا وبهجة وشجون، غرست فينا كل طيب من علم وذوق ورقي وفنون. والقلب يحزن لفراقك والدمع يملأ العيون، بالله عليك من تكون؟ كتبت صدقا في الحق دوما، وكان قلمك كسيف مسنون، لم تخش في الله لومة لائم، مهما قلت أو قيل فيك أيا ما يكون. وعدا قطعناه وعدا علينا، مدام في القلب نبضا لرسالتك نصون. نسأل الله أن يتغمدك برحمته ويسكنك فسيح جناته، دعاء من ولد صالح لأب حنون. حسن راتب. الكلمات لما تطلع من القلب بتوصل، صدقوني وانا قاعد هنا حاسس بروح الدكتور معانا، لانه ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث، احنا في واحدة منهم: علم ينتفع به،